يعاني بعض الأشخاص من مشكلة ضربات القلب السريعة، وهي عدم انتظام وتسارع في دقات القلب. وبعد شرب القهوة قد يعاني البعض من مشكلة خفقان القلب والتي تثير القلق. من هنا، وإذا كنتم تتساءلون عن أسباب هذه المشكلة وطرق علاجها، لابد أن تتابعوا هذا الفيديو. إن تناول القهوة بكميات معتدلة لا يؤثر إطلاقاً على القلب وغير مضر بصحة الجسم، والنسبة اليومية المسموح بها هي 250 ميليغرام إلى 500 ميليغرام من القهوة. ولكن بالرغم من ذلك، هنالك بعض الأشخاص الذين يتأثرون بالكافيين بشكل أكبر من غيرهم، ويلاحظ لديهم حدوث خفقان في القلب بعد تناول الكافيين. وقد أظهرت بعض التقارير بأن الأشخاص الذين يعانون سابقاً من أمراض في القلب يتطور لديهم خفقان في القلب بعد تناول كميات زائدة من الكافيين. لذلك ينصح الأشخاص المعرضين للإصابة بخفقان في القلب بتجنب تناول كميات كبيرة من الكافيين، حيث أن تناوله بكميات متوسطة أو خفيفة يعد أكثر أماناً بالنسبة إليهم. يجب على الشخص أن يعرف علاج خفقان القلب بعد شرب القهوة، وهو كالتالي: أولاً، شرب الماء. إن الجفاف هو أحد أسباب خفقان القلب، وهو ما يزيد الأمر سوءاً إذا كان مصاحباً للإفراط في شرب القهوة. فالقلب يجب أن يعمل بجهد لإيصال الدم إلى كل أعضاء الجسم، في حين أن الجفاف يمنعه من القيام بوظيفته كما يجب. من هنا، ولمنع جفاف الجسم، من المهم أن تشربوا كوبين من الماء على الأقل مباشرة بعد ظهور هذه العوارض، وأن تستمروا في ترطيب جسمكم طيلة اليوم. احرصوا على شرب ما يعادل 8 أكواب في اليوم. ثانياً، جرب تقنيات الاسترخاء. ممارسة بعض تمارين التأمل والاسترخاء يمكن أن تساعدكم كثيراً في علاج خفقان القلب. فمثلاً، يمكنكم أن تمارسوا تمارين اليوغا المفيدة جداً في تعديل دقات القلب وإعادتها إلى طبيعتها، كما ويمكنكم تخيل بعض الصور الطبيعية كالجبل أو البحر والتأمل فيها لمدة لا تقل عن 10 دقائق. من هنا، إن استرخاء الأعصاب وتقليل إفراز الدماغ لهرمونات التوتر يساعد على علاج خفقان القلب. ويستطيع الشخص التخلص من خفقات القلب السريعة عن طريق تدليك عنقه، وذلك لتقليل من سرعة ضربات القلب، ويفضل أن يكون في وضعية الجلوس في هذه الحالة. ولكن إذا تسارع ضربات القلب لدى المريض، يجب أن يستشير الطبيب المختص على الفور، لأن الطبيب قد يصف العلاج اللازم بحسب حالة المريض الصحية. الجدير بالذكر أن تأثيرات خفقان القلب بعد شرب القهوة تظهر بشكل أكبر وتكون أكثر حدة لدى الأشخاص الذين لا يتناولون القهوة بكثرة، بينما تقل أو تختفي لدى الأشخاص المعتادين على شرب القهوة بشكل دائم ومستمر.